السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. النهاردة جايين ببشرة سارة جدا من مصدر موثوق من الكنترول الثانوية العامة 2020، وهي أعداد الناجحين في كل مادة بالأرقام. تمام، تعالوا نشوف مع بعض بسرعة كده، نبدأ الفيديو بسرعة، بس ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة. يلا بينا نشوف الأخبار والأرقام في كل مادة، أرقام الناجحين، أعداد الناجحين في كل مادة. اول حاجه بيقول لنا معانا ان حصل 401 طالب وطالبه على الدرجه النهائيه في فرع الديناميكا، وحصل 1762 طالب وطالبه على الدرجات النهائيه في الكيمياء، و 809 طالب وطالبه حصلوا على الدرجات النهائيه في الاحياء، كما حصل على 669 طالب وطالبه على الدرجات النهائيه في علم النفس، وحصول 856 طالب وطالبه على الدرجات النهائيه في ماده الجغرافيا، و 236 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية، و 401 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا زي ما قلنا، و 400 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في الاستاتيكا، وحصول 112 طالب على الدرجة النهائية في اللغة العربية، وحصول 149 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الإنجليش، وحصول 1158 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الفلسفة والمنطق. تمام، وحصول 75 طالب وطالبة في مادة التاريخ، وحصول 486 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء. تمام كده، تبقى أرقام طلاب في جميع المواد بالأرقام الصحيحة، وده جاي من مصدر موثوق من الكنترول. تمام، واستنوا كل جديد عن الثانوية العامة في قناة إنجليزي ببلاش، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.